يسعد صباحكم، معكم أخصائية التغذية أسماء إدعيس. 5 فيتامينات ومكملات بتخفف من الصداع النصفي. في الحلقة الماضية حكينا عن النمط الغذائي المناسب للصداع النصفي. بتتوفر كتير من الأدوية لعلاج الصداع النصفي، لكنها ما بتعمل بالطريقة نفسها مع جميع المرضى، بالإضافة لأثارها الجانبية غير المرغوب فيها. وأصبحت المكملات أو البدائل الطبيعية خيارات شائعة بشكل متزايد لمنع أو علاج نوبات الصداع النصفي. الصداع النصفي هو نوبات متكررة من الألم في الرأس، ممكن يصاحبها غثيان وتقيؤ وحساسية للضوء، وبتستمر الأعراض ما بين 4 إلى 72 ساعة. يبدو أن الصداع النصفي له أساس وراثي، وممكن تحدث بعض نوبات الصداع النصفي دون أي محفز محدد، وممكن تحدث نوبات أخرى بسبب الجفاف أو الإجهاد أو العوامل الغذائية. من أهم المكملات اللي ينصح فيها فيتامين B2. بيشارك فيتامين B2 الريبوفلافين في العديد من عمليات التمثيل الغذائي. يعتقد أن نوبات الصداع النصفي مرتبطة بالإجهاد التأكسدي والتهاب الدماغ. الإجهاد التأكسدي هو حالة من عدم التوازن ما بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في الجسم، واللي ممكن تسبب زيادة معدل الالتهاب بالجسم. فيتامين B2 عنده القدرة على المساعدة في تقليل الإجهاد التأكسدي والتهاب الدماغ في الصداع النصفي. أظهر تحليل لتسع دراسات عام 2019 في إنجلترا أنه تناول 400 ميليغرام يومياً من B2 لمدة 3 أشهر قلل بشكل كبير من الألم المرتبط بنوبات الصداع النصفي ومدته وتكرار النوبات. المغنيسيوم هو معدن رئيسي وحيوي للحفاظ على وظيفة الأعصاب وضغط الدم ووظيفة العضلات، وتم ربط نقص المغنيسيوم بالصداع الخفيف والمتوسط والصداع النصفي. وجدت دراسة نشرت عام 2021 في مجلة أكتا نيورولوجيكال بلجيكا اللي أجريت على 63 شخص تناولوا 500 ميليغرام من المغنيسيوم أوكسايد يومياً لمدة 8 أسابيع كان فعال في الوقاية من الصداع النصفي مثل دواء صوديوم فالبوريت بدون أعراض جانبية. فيتامين دال تبعاً لدوره في مكافحة الالتهاب في الدماغ، بالإضافة أنه بيحسن من امتصاص المغنيسيوم. بيساعد تناول مكمل فيتامين دال في الوقاية من نوبات الصداع النصفي وعلاجها، خاصة عند الأشخاص اللي بيعانوا من نقص في فيتامين دال. في دراسة إيطالية نشرت في Journal of Neurological Science وجدت أنه تناول 1000 إلى 4000 وحدة دولية يومياً من فيتامين دال بيساعد في تقليل تكرار نوبات الصداع النصفي. الإنزيم المساعد Q10 كمضاد للأكسدة بيحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي المرتبط بصداع النصفي، وبيقلل من مستويات الإنزيمات اللي بتزيد أثناء نوبات الصداع النصفي المسببة لالتهاب الأعصاب. وجدت دراسة في إنجلترا نشرت في The Journal of Headache and Pain أجريت على 20 شخص بيعانوا من الصداع النصفي إنه تناول 200 ميليغرام من الإنزيم المساعد يومياً لمدة 60 يوم أدى لانخفاض كبير في مدة وتكرار وألم الصداع. آخر شيء الميلاتونين. الميلاتونين هو هرمون بتفرزه الغدة الصنوبرية في الدماغ ليلاً بيساعد على النوم. بيرتبط تطور نوبات الصداع والصداع النصفي بالتشوهات اللي بتصيب الغدة الصنوبرية، وبالتالي بتسبب انخفاض في مستويات الميلاتونين. بيساعد تناول الميلاتونين في منع نوبات الصداع النصفي عن طريق حماية الدماغ من الجزيئات السامة وتنظيم الناقلات العصبية. وجدت دراسة نشرت في Functional Neurological Journal عام 2016 أجريت على 49 شخص بيعانوا من الصداع أو الصداع النصفي المزمن إنه تناول 4 ميليغرام من الميلاتونين قبل النوم ب30 دقيقة لمدة 6 أشهر قلل بشكل كبير من تكرار الصداع. الأهم من الأدوية والمكملات رح يساعدك النظام الغذائي ونمط الحياة في التخفيف من حدة نوبات الصداع النصفي. قلل من المشروبات العالية بالكافيين، حاول ما تفوت وجبات الطعام الأساسية، واحرص على تناول وجباتك في نفس الوقت كل يوم. حافظ على رطوبة جسمك، الجفاف من أهم أسباب الصداع، وقلل من مستويات التوتر، وقلل من التعرض للأضواء الساطعة. إذا كنت مهتم بتجربة المكملات الخاصة للصداع النصفي، ضروري تستشير أخصائي الرعاية الصحية لينصحك بالنوع والجرعة المناسبة، وتتجنب بعض التفاعلات الدوائية مع بعض الفيتامينات والمكملات. تابعونا دائما بمعلومات جديدة بكل ما يخص التغذية.